السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لمحة سريعة في برنامج الريفت، لو أنا عندي دايمنشن ممكن ترسم دايمنشن بالشكل دوت، دي اي من هنا لهنا اهوت بالشكل دوت، أو ممكن لو أنت عملت سيلكت على الحائط دوت هيبدأ يعمل لي دايمنشن بالشكل دوت. كل اللي عليا إن أنا أقول له ثبت لي الدايمنشن، وممكن لو أنت حابب تسحبه الناحية دي بالشكل دوت. طيب انا عايز مثلا 7 متر، دي تقال لي مثلا زودها 500 او 400، فلما بعمل سيلكت هنا على الحيطه ديت هو بيبدا يجيب لي ان انا اقدر اعدل فيها، فهقول له خليها ايكوال. وتقدر تعمل العمليات حسابيه زي ما انت عايز، يعني تقول له مثلا زائد 500 مثلا، تمام، زائد ناقص 200 وهكذا، تدوس انتر هو يبدا يعمل العمليه الحسابيه. كل اللي عليا ان انا لازم ابدا بايكوال وبعد كده ناقص مثلا 1500 بالشكل دوت.